نسمع كثيرا من الخطباء والوعاظ والمحاضرين إذا تحدثوا عن النبي صلى الله عليه دائما يذكرون جانب الرحمة التي بها مدحه الله، فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا هو الجانب الطاغي في حياة سيدنا رسول الله. لكن ينبغي أن يعرف الناس عن النبي أن هذا الأمر إنما يتعلق بكيفية التعامل مع من أرسل إليهم فتابعوه أو بلغهم وأنصتوا إليه. أما الذين حاربوه، أما الذين كادوا له، أما الذين أرادوا بهذا الدين شرا، فهناك وجه آخر. دخلت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع، وهي طائفة من يهود المدينة، فأرادها أحد اليهود أن تكشف عن وجهها فتأبت، فراودها على ذلك فلم يفلح، إنهم اليهود، فتركها حتى دخلت إلى دكان صائغ يبيع الذهب، وتركها حتى غرقت وانشغلت في مسألة المساومة. فإذا به عدو الله يعمد إلى طرف ثوبها فيربطه بوسطها، فلما قامت وهي لا ترى ولا تعرف ما يكاد بها انكشفت سوءتها. امرأة واحدة كشف سوءتها من أمة محمد يهودي. انظروا إلى رحمة النبي، كيف سيتحول النبي في الدفاع عن المسلم والمسلمة. أعراض المسلمات تنتهك وتخرج من الديار وتغتصب، صرخات الثكالى والأرامل في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي إفريقيا الوسطى، من يغيثهن؟ أين القيادة؟ أين الأسوة؟ أين من استأمنه الله تعالى على أعراض الأمة، على دين الأمة، على دماء الأمة، على أموال الأمة؟ فصاحت: وا محمدا، وا إسلاما، لم تقل وا سوءتا، لأن من لم يغر على العرض لا يغار على الدين. فهي توجهت مباشرة إلى الدين وإسلاما، ومن كلف بالدفاع عن الإسلام محمدا. حول ولا قوة إلا بالله. فلم يوجد في السوق إلا رجل مسلم، فأخذته الحمية فاندفع بعاطفته الجياشة فأغاث المرأة بقطع رأس الكافر حل حتى لا يتجرأ على أعراض المسلمات. فلما رأى اليهود صنيع هذا الرجل أحاطوا به من كل جانب ولم يتركوه حتى قتلوه. فبلغ الخبر حبيبنا، استغاثت بي مسلمة: لبيك لبيك. لم يختر ما يسمى بسفراء السلام ليفاوض، لم يتحدث أبدا على أن الأمر يمكن أن يتم تسويته بالمفاوضات. عمد على عجل بإعداد جيش محمد، وأرسل رسالة شديدة النكير إلى اليهود بعد أن
بين لهم سوء وشنيع وقبيح صنعهم، وأنهم عياذا بالله غدروا، وأن الغادر لابد أن ينال جزاءه حتى لا يستسهل ويستصغر الأمة فيتجرأ عليها. اعلموا أنكم فعلتم وخدعتم، وإنني الآن في طريقي إليكم لأؤدبكم، فانظروا ماذا تصنعون. فأحاط بهم، وجاء بعض الصحابة من أولياء الخزرج ومن المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، حينما ضاق بهم الحصار ونزلوا على حكم النبي، يأخذ بتلابيب الحبيب هذا المنافق ويقول: أحسن إلى مواليك، أتريد أن تطير برؤوس هؤلاء؟ فقال: اتركني اتركني. فلا زال حتى قال لليهود: أما إني أريد منكم أن لا تساكنوني في المدينة أبدا. فأجلاهم أجلاهم، أجلى من اعتدى على امرأة في بني قريظة حينما غدروا وانضموا إلى الأحزاب، حينما أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم وجاءوا لاستئصال دولة الإسلام، حينما هزم الله الأحزاب بغير حرب أرسل ريحا وجنودا لم تروها وقلب القدور، وقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم. وخرج أبو سفيان يجر أذيال الهزيمة، أراد النبي أن يستريح وأن يأخذ قسطا من الراحة، وإذا بجبريل ينزل من السماء وبيده سيفا مسلطا، فيقول: يا محمد، يا رسول الله، أتريد أن تستريح؟ والله ما وضعنا السلاح في السماء. فأشار بأصبعه تجاه بني قريظة: 30 يوما من حصار الأحزاب للمدينة، مع معانا الصحابة من الجوع والبرد والخوف، وانطلقوا ليأخذوا قسطا من الراحة ساعة ساعتين، لكن الله يقول: لا، أمة محمد لا تقبل الظلم في الدين، لا تعطي الدنية في الدين. فقال النبي حينما قال له جبريل ما قال: يا معاشر المسلمين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. النفير العام، تأديب الأعداء، فتح مكة. يروو لنا أن النبي حينما أخذ بحلقة الباب قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فأقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن لا يروون لنا أن النبي قال عند فتح مكة: 7 فلان 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 وامرأتان لو وجدتموهم معلقون بأستار الكعبة اقتلوهم. هذا الأمر لا يتحدثون عن الخيانة العظمى، يتحدثون عن العفو العام الشامل لمن لا تشتم فيهم رائحة الخيانة، وممن يعتقد أنهم بهذا العفو سيكون ذلك دافعا لهم لجذبهم إلى الإسلام. أما من بات يخطط ويكيد وعمل المستحيل من أجل حرب الإسلام فلا، لو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة اقتلوهم. امرأتان ورجلان، يروى لنا أن النبي كان جارا له يهودي في المدينة وكان يضع له الشوكة، لكن لما مرض الولد عاده وزاره، وكان يقول له: قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وقالها
بعد أن استأمر أباه وهو ينظر إليه قال قلها فإنه الأمين. فتهلل وجه النبي كأن الشمس تجري في وجهه، بأبي وأمي ونفسي له الفداء. نعم، قال الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار، لكن لا يذكرون أبدا ما الذي فعله مع الروم، ما الذي فعله في أعداء الله، ما الذي فعله في كل من يدبر والعياذ بالله المكائد لأمة رسول الله. ينبغي أن ينظر المسلمون إلى النبي النظرة المتوازنة. لا ينبغي أن نضع عياذا بالله الرحمة في مكان وجب أن نضع القوة، ولا يمكن أن نضع القوة في مكان ينبغي أن نضع الرحمة. لابد أن يوضع كل شيء في مكانه. واليوم ونحن نتحدث عن سيدنا رسول الله، حينما نتحدث مع إخواننا في بيوتنا نحدثهم كيف كان النبي يعامل أزواجه نساءه، كيف يعامل أصحابه، لكن الطاغي على واقع المسلمين أن أمة محمد انفرط عقدها، أن أمة محمد ورد فيها كأن النبي يعيش بين أظهرنا ويخبرنا عن واقع ما ستؤول إليه، وكيف ينبغي أن نتعامل بسنة النبي في ذاك الزمان. لا نظل عياذا بالله نستهلك كلاما هو محتاجون إليه، لكن في ظروف خاصة. أما في مثل هذه الظروف فلا بد أن نستعمل الدواء المناسب. إذا استعملت دواء لا يناسبك حتى ولو كان يسمى دواء سيضرك، فإن الأمة تعاني أدواء وتحتاج من سنة وصيدلية الحبيب أدوية. إياك أن تستعمل أدوية في غير محلها. أمتنا مريضة، قال النبي فيما ترويه أمنا زينب بنت جحش: دخل النبي إلى حجرتي فزعا قال ويل للعرب. ويل، تخيل معايا، لاحظ لم يقل ويل للمسلمين، لأن العرب اعتزوا بعرقهم ولم يعد اعتزازهم بالدين. أصبحوا عياذا بالله، هذا مغربي، هذا مصري، هذا جزائري، هذا تونسي، هذا ماليزي. أعداء الله توحدوا في جبهة واحدة، والله يقول الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي إذا لم تجتمعوا كما اجتمعوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويل للعرب من شر قد اقترب، وهو ينظر إلى هذا الشر وقد خرق الله له حجب الغيب. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. تهاب وحلق بالإبهام والتي تليها: ففزعت أمنا زينب وهي تسمع هذا النظارة ممن لا ينطق عن الهوى. صلوا على حبيبنا محمد، عطروا مجلسكم يا حاضرين بالصلاة على الحبيب. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ أيأتينا الهلاك وفينا من يصلي صلاة الفجر، وفينا من يزكي، وفينا من يصوم، وفينا من يذكر الله تعالى على كل حاله؟ أنهلك وفينا هؤلاء وأمثال هؤلاء وخيرا من هؤلاء؟ قال: نعم، بشرط إذا كثر الخبث، إذا صار الناس يدعون جهارا إلى الزنا وإلى العلاقات خارج إطار الزواج وإلى وجوب الاعتراف العلني بالشواذ وإلى الإفطار العلني في بلاد المسلم وإلى محاربة هوية الأمة ولغتها وإلى تغيير آيات الله وإلى التشكيك في ثوابت الدين. نعم، إذا كان هذا والأمة ساكتة، فإن الله قال قبل أن يقول نبيه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن الفتنة إذا نزلت لا تخص فقط الظلمة، بل تشمل الظلمة بظلمهم وتشمل الصالحين لسكوتهم ورضائهم. فإن الأمة إذا لم يوجد فيها من يدفع هؤلاء ويرضعهم ويقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم وأرفعها،
فإن الله يغضب على الجميع. واقرأوا حديث سيدنا أسامة بن زيد حينما يتحدث عن الحرية الفردية، وكما يفهمها كثير من الناس، صحح النبي قديما فقال: مثل القائم على حدود الله الذي يدافع عن دين الله والواقع فيها الغافلون المذنبون المسرفون كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أدناها وأسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء يستقون ممن فوقهم، يمرون على من فوقهم فيأتون بالماء. فاجتمعوا في يوم، وكان جدول الأعمال يحتوي على نقطة واحدة، وهي: لماذا نؤذي من فوقنا؟ فلنبحث عن طريقة يسيرة لا نؤذي من خلالها من فوقنا، ونحصل على الماء بطريقة يسيرة. فلم يروا الحل إلا وهو يكمن في خرق السفينة من أسفل. فقال النبي: فإنهم أخذوا على أيديهم ومنعوهم من دعوة الحرية الفردية، ندير اللي بغيت، نقول اللي بغيت، نخدم اللي بغيت، ندير اللي بغيت، إنهم تركوا، إنهم أخذوا على أيديهم ومنعوهم، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإنهم أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم وقالوا ذاك نصيبهم ولا شأن لنا بهم وليفعلوا في نصيبهم ما يشاءون فسيهلكون ويهلكون جميعا. اسمع إلى الحبيب كيف يوصف حالة القصعة والهوان. قال الحبيب صلوا عليه كأنه حاضر بيننا يشاهد آلام أهل الشام والعراق وفلسطين واليمن وبرمانيا وإفريقيا الوسطى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، روسيا، الغرب، الإيرانيين، الصفويين، الفرق الشيعية الضالة، الصهاينة، المنافقون، العلمانيون، الخائنون من أهل الفكر في بلادنا الذين تنكروا لدينهم وباعوا دينهم بدنياهم، كثر كثر اجتمعوا كما قال النبي: ملة الكفر واحدة. اجتمعوا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. صارت الأمة قصعة: بترول، أعراف، بحار، موقع استراتيجي، كل ذلك قصعة تداعى لها الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال الصحابة مستفسرين: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، لم تؤتوا من قلة أبدا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لما تتشبث بدينها وتعتز بإسلامها، لكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم قال موصفا وموصفا حالة الأمة: ولينزعن المهابة منكم من صدور أعدائكم، لأن النبي كان ينصر بالرعب، يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ويقول تعالى: وإذا أوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ الذي كان السبب في ضعف الأمة وهوانها وتداعي الأمم على القصعة. ما هو السبب؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حينما يستعمل الدين للارتزاق، قلنا إذا أراد الإنسان يرتزق هنالك 100,000 وسيلة وباب، ترتزق بالتجارة، بالبيع والشراء، بالوظيفة، أما أن يصبح الدين وسيلة للارتزاق فهذا ما يجل عن الكلام، هذا الوهن. ولذلك إن شاء الله تعالى في احتفالنا بمولد النبي في بيت حبيبنا السيحيا جزاه الله خيرا نقول:
إن النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على الآتي: رباها على أن تعتز بدينها، فليس عند الأمة أغلى من دينها. وقد تكلم الأصوليون عن أن المقاصد والكليات التي جاء الإسلام لحفظها أولها وأعظمها وأعلاها الدين، فإذا بقي لنا الدين لم يضع لنا شيئا ولو ضاعت الأرض مؤقتا. فإن رسول الله طرد مهاجرا من مكة، ولكن ما دام الدين قد بقي له عاد بعد 8 سنوات فاتحا، وعادت الأرض، لأن الدين سر العزة بقي. فلو أن الدين يذهب وتبقى لك الأرض، ما فائدة الأرض بخيراتها إذا كنت تتبع اليهود والنصارى شبرا بشبر وأنت أخوف على مصالحها منها؟ انظروا إلى غد ليامات نتاع 31 ديسمبر، انظر إلى الأمة كيف تبعت اليهود والنصارى شبرا بشبر ذراعا بذراع. أصابها الوهن، الانهزام النفسي، الغزو الثقافي، الغزو الفكري. كانت الغزوات في القديم غزوات في حي الزغرافي، فينهزم الإنسان عسكريا ولكن لا ينهزم نفسيا. فقالوا لابد أن نغزوهم في عقولهم وفي قلوبهم. أمريكا رصدت الملايير من أجل مشروع يسمى شراء عقول وقلوب المسلمين عن طريق الإرساليات والإعلام، عن طريق هوليود، عن طريق وسائل مغرية للشباب. انظروا الآن، ياك معانا هنا مسلمين عندهم مخبازات 28 غادي يدير بوناني وغادي يبقى بيعنا مع سيدي واسم التورطة وفيها بوناني. شكون يدير التور تاع بوناني؟ اش من بوناني؟ تحتفل بعيد نتاع النصارى. هل رأيتم اليهود والنصارى يحتفلون بعيد الأضحى؟ هل تركوا المسلمين عندهم أن يحتفلوا بعيد الأضحى؟ هل وفروا لهم المجال والإمكانيات من أجل أن يحتفلوا هناك؟ أعطوهم سيدي ما يسمى بالفاكانس؟ ياك حنا عطينا لهم نعم سيدي اللي راس العام تاع عطلة عند المسلمين، وعلاش راس العام ديالنا حنا الهجري ما يعطوش للمسلمين تما؟ علاش؟ لماذا لا يعاملوننا بالمثل؟ هل رأيتم النصارى يوم العيد يدخلون إلى أسواقنا ويختارون الكبش الأقرن الأملح الذي ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد؟ هذا غير موجود. فلماذا أمة القرآن، أمة الوحي، الأمة الوسط الشاهدة على الخلق المستعملة على دعوة الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم تتبعونهم؟ قال الحبيب: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه. قالوا اليهود والنصارى، قال ومن ومن. ولذلك فالإنسان يعتز بدينه. وحلو قيتا وصلت على الأمة، الشاب المسلم يحب أن يرى خارجا من الكانتينة ولا القهوة، ولا يحب أن يرى خارجا من المسجد، يستحي من دينه، يحشم بالدين دياله. تعرفوا وصلت بالمسلمين يحشم يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفين وصلنا. على كل حال، العزة والثانية يربينا على أن نحمل هم هذا الدين. كل مسلم يحمل هم هذا الدين لأنه هو العالي. والثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى يربينا على أن نأخذ بأسباب التمكين، أن نأخذ بأسباب التمكين في كل المجالات، وعلى رأسها 3 نتاع المهام نكمل بها: مهمة وسمية التكوين، ومهمة التربية، ومهمة الدعوة. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم الدعوة ويزكيهم التربية ويعلمهم التكوين. فالأمة إذا أرادت أن تعود إلى سالف عزها وتتبع نبيها ويخرجها من حالة الضعف والذلة إلى القوة ومن الشتات إلى الوحدة، فما عليها إلا أن تعكف جميعا في الأسرة، في المسجد، في المدرسة،
في الثانوية، في الجامعة، في الإعلام، في أن يكون همهم هو هذا الإنسان المسلم الذي ينبغي أن يعلم دينه حتى يعتز به فيعيش لأجله حتى يلقى ربه. أستسمحكم على هذه الإطالة وأستغفر الله تعالى